السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار ووصفات سمر من البيت. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم نوع من أنواع عصائر رمضان اللي ما نقدرش نستغنى عنها في شهر رمضان، لازم تبقى على سفرتنا طبعا. هعمل معاكم بعد كده إن شاء الله أنواع كتير من العصائر. النهاردة عصيرنا هو موز بالفراولة واللبن، هنضيف عليه طبعا السكر وهنحط شوية فانيليا، هضربه في الخلاط وبكده انا خلصت العصير. طعمه جميل جدا على فكرة، هيعجبكم قوي ومغذي جدا للاطفال، عشان انا عندي برضو اطفالي ما بياكلوش الفاكهة كده، فبضطر ان انا اعملها لهم عصير وكذا نوع مع بعض. وبكده ابقى خلصت العصير، سهل جدا ما بياخدش وقت. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم شويه عصاير تاني لشهر رمضان، لان فعلا شهر رمضان تركيزنا كله بيبقى على العصاير فيه اكتر من الاكل. ده عصير مغذي جدا، ينفع حتى للاطفال في نهار رمضان، علشان الاطفال طبعا احنا بيتظلموا معانا ان هما ما بيصوموش وما بيعرفوش ياكلوا طبعا لوحديهم، فالعصير سهل جدا. انا زوقته من فوق بالكريم شانتيه وحطيت لهم عليه شوكليت شيبس، فيعني على اساس ان هو يبقى غني بكل العناصر اللي هم فعلا جسمهم بيحتاجها. ممكن كوبايه عصير واحده تغني عن اي حاجه، تغني عن اكل كتير هم مش حابين ياكلوه في الفتره دي. اتمنى انكم تنتظروني في مزيد من الفيديوهات باذن الله، ولايك بقى للفيديو واشتراك في القناة، وإن شاء الله انتظروني في مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.